السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مطابخ خصري عند نبيل من مدينة سلا. أنا هي المطبخ كيبان، يعني راه الخدمة ديالو باينة عنده فيه البوطاجي مبلي. احنا دائما تنحاول نصحوا الناس يعني ما يكونش البوطاجي مبلي، الا كان الناس بناتو من قبل راه ما يمكنش لك، يعني ما بغاتش تطيب وراه كتخدم عليه. احنا اي شكل تنحطوه كنحطوه يعني في رغبة اصحاب هذا المطبخ هذا، يعني الشكل اللي كيبغي راه كنحطوه ليه. انا اللون ديال الابيض راه باين، يعني كل حاجه في بلاصتها، لاهوط يعني الصنادق الفوق راه باينين بلاكارات، البوطاجي ديال التحت هذا كنا لقيناه مبني وخدمنا عليه. احنا ما عندناش مشكل كنخدمو سواء كان البوطاجي او ما كانش، ولكن ملي ما تيكونش البوطاجي كيطلع مزيان، ملي تيكون البوطاجي تيكون مقادرة حتى هو تيطلع مزيان. هو ما كيكونش البوطاجي راه كيكونوا صنادق لتحت. هنايا مزير واقف، كاين مجورة، كاين بيبان لتحت، يعني كل حاجة في بلاصتها. واخا كيكون المطبخ صغير راه كنحاولو ما امكن نستغلو يعني الأماكن اللي كتواجد فيه، باش المساحة ديالو يعني كتولي كافية. وعاوتاني تا ليسباس يعني على حساب الكليان، شوف هو اللي كيفاش غادي يبغي الكوزينة، واش كاملة غادي تخدم ولا النص ولا الربع، على حسب الشكل اللي بغاو الكليان. هذا اللي درناه في الجنب في الفور، هذاك راه يعني ماشي فيكس، تيتحرك فيما بغى يحطوه يعني على حساب الرغبة ديال صحاب المطبخ هذا. خدمة راه باينة، يعني اللون الأبيض فوق التلاجة بغاوها خاوية، راه خليناها التلاجة في البلاصة ديالها، يعني راه المطبخ باين مزيان. الإخوان حاولوا تدعمونا، يعني عندنا باج في فيسبوك دابا، بحال هاد الفيديو تادو كلهم في فيسبوك، في اليوتيوب، في الصفحة ديالنا ديال الانستغرام. يعني الفيديو ديالنا اللي كيتلح في فيسبوك راه هو اللي كيتلح في اليوتيوب وكيتلح في الصفحة ديال الانستغرام. اللي شاف الفيديو حاول يدعمنا، يعني سواء بالمشاركة ولا باللايكات، حنا عندنا المهم هو المشاركة، يعني الفيديوهات يتشافوا اكثر مشاهدات، اي باش الناس كتعرف اللي باغي شي خدمه نقيه راه الحمد لله راه كي جي عندك. يعني اللي شاف الفيديوهات ديالنا حاول يدعمنا، يعني شكرا بزاف، الله يجازيه بخير، هادشي اللي بغينا. ودائما تنطلبوا من الله عز وجل تكون الخدمه ديالنا في متناول الجميع، وحنا راه الحمد لله يعني شويه كنتصاوبوا من عندنا وكليان من عندهم، وداكشي اللي كيكون راه كيكون زوين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.